أسعد الله أوقاتكم متابعينا بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. الأجواء هذا اليوم يكون أو تكون بشكل عام مستقرة إجمالا. درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت من العام أو حول معدلاتها في مناطق أخرى وعدة. تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة مع احتمال ضعيف لأن تشهد بعض المناطق الشمالية زخات خفيفة من الأمطار. الأجواء باردة للغاية في مناطق عدة، درجة حرارة 12 درجة مئوية نهار هذا اليوم العظمى مع ظهور كما ذكرنا كميات من السحب والغيوم. خلال ساعات الليل القادمة تتراجع درجات الحرارة ويتحول تصبح بارد في أغلب المناطق، شديد البرودة في بعض مناطق البادية والسور الشرقية وجبال الشراء، وفي تلك المناطق لا يستبعد أن يتشكل الصقيع خاصة في المساحات الزراعية المنتشرة هناك. درجات الحرارة العظمى متوقعة نهار هذا اليوم والصغرى الليل القادمة سنبدأها من المناطق الشمالية، في كل من إربد وجرش 15 إلى 6 درجات، في عجلون 13 إلى 5، وفي المفرق من 16 إلى 5 درجات مئوية. في السلط وعمان من 12 إلى 6، في السلط في عمان 12 إلى 4، في مأدبة 14 إلى 5، في البحر الميت 21-14، وفي الزرقاء من 16 إلى 6 درجات مئوية. أما في إذا انتقلنا جنوبا تكون في الكرك والطفيل من 13 إلى 5، في الشرع 11 إلى درجتين ليلا، إمعان 16-4، في خليج العقبة من 24 إلى 14 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية فتكون في رويشة 19 إلى 6، في الصفاوي 18 إلى 7، وفي الأزرق من 19 إلى 8 درجات مئوية. قبل الختام أود تذكير الإخوة المزارعين من مخاطر تشكل الصقيع في ساعات الليل القادمة في بعض المساحات الزراعية. هذا كان كودنا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.